بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. المجالس في تفسير المفصل شرح الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. المجلس 48، وفيه تفسير سورة الصف من الآية 10 إلى آخر السورة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام، والله لا يهدي القوم الظالمين. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها، نصر من الله وفتح قريب، وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لما ذكر الله سبحانه وتعالى أن المسيح عيسى بن مريم نادى بني إسرائيل فقال: يا بني إسرائيل، والمراد بني إسرائيل أولاد يعقوب، لأن إسرائيل اسم يعقوب عليه السلام. فإسرائيل، فبنو إسرائيل ذرية يعقوب، ناداهم فقال: يا بني إسرائيل، إني رسول الله إليكم. أرسل الله عيسى إلى بني إسرائيل، إلى بني إسرائيل خاصة: إني رسول الله إليكم. وهو واحد منهم، هو من بني إسرائيل، لأن أمه مريم من ذرية إسرائيل. إني رسول الله إليكم، مبعوث من الله، وليس ذلك من عنده، وإنما هو من عند الله. رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة، التوراة التي هي كتاب موسى عليه السلام، كتاب الذي نزل على موسى عليه السلام. وكان النبيون من بعد موسى يحكمون بالتوراة، ولما جاء عيسى أيضا حكم بالتوراة، ولكن أنزل الله عليه
أشياء لم تكن في التوراة ونسخ شيئا مما في التوراة لما جاء به عليه الصلاة والسلام، وليحل لكم بعض الذي ما حرم بعض الذي حرم عليكم، فهو مصدق متبع للتوراة بما بين يدي، يعني بما سبقني من كتاب التوراة متبع له وعاملا به. هذه من صفاته عليه الصلاة والسلام. ومن صفاته الأخرى أنه المبشر ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد، وهو محمد صلى الله عليه وسلم، اسمه أحمد واسمه محمد، وله أسماء أخرى عليه الصلاة والسلام، يأتي من بعدي. وقد جاء هذا الرسول كما أخبر به المسيح، بعث هذا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم بعد فترة من الرسل، لأن المدة بين عيسى عليه السلام وبعثة محمد عليه الصلاة والسلام فترة طويلة، فهو جاء من بعده اسمه أحمد، صرح له باسمه. فكان هذا يوجب على بني إسرائيل أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، لأن نبيهم أخبر به وببعثته، فيجب عليهم أن يؤمنوا به تصديقا لما أخبر به نبيهم ولما يجدونه في التوراة والإنجيل من صفاته عليه الصلاة والسلام. فلما جاءهم بعث هذا الرسول الذي بشر به عيسى عليه السلام، وجاءهم بالبينات الأدلة الواضحات على صدق رسالته، كفروا به، كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم، وقالوا هذا سحر مبين، وصفوه بأنه ساحر وأن ما جاء به سحر، وهم يعلمون أنه رسول الله وأن ما جاء به هو الحق الموافق والمصدق لما عندهم. فهم بذلك كفروا بنبيهم عيسى، كفروا بنبيهم لأنهم كذبوه فيما بشر به، وكفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم، قالوا هذا سحر مبين بين واضح، ليس سحرا خفيا، هكذا وصفوا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وما جاء به من الحق والبينات، صفوه بأنه سحر، مع أن السحر يعلمون أنه كفر بالله عز وجل وأن الأنبياء لا يأتون بالسحر، ولكن حملهم على هذا شدة العداوة والحسد والبغضة لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم ولأمته. قال الله جل وعلا: ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب. لا أحد أظلم ممن يكذب على الله سبحانه وتعالى. فهم لما كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم وما جاء به كذبوا الله سبحانه وتعالى وافتروا عليه الكذب لأنه لم يبعث محمد صلى الله عليه وسلم. وما الذي حملهم على هذا؟ ما حملهم على هذا إلا أنهم يدعون إلى الإسلام، فكان الواجب عليهم أن يصدقوا، يدعون إلى الإسلام الذي جاء به الأنبياء، ومنهم موسى وعيسى وأنبياء بني إسرائيل، فهم يدعون إلى ما جاءت به رسلهم، لأن الإسلام دين الأنبياء جميعا، الذي هو عبادة الله وحده لا شريك له بما شرعه وأنزله، هذا هو الإسلام. فلم يحملهم على هذا التكذيب مبرر إلا أنهم يدعون إلى الإسلام، والإسلام دين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فهل الذي جاء بالإسلام ساحر؟ وهل الإسلام سحر؟ هذا ينجر على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى جميع الكتب أنها سحر، لأن القرآن واحد من كتب الله بل هو أعظمها، فإذا كان القرآن سحرا فجميع الكتب تكون سحرا، لأنها كلها من عند الله وكلها متفقة على دعوة واحدة وعلى دين واحد هو الإسلام وإخلاص العبادة لله عز وجل. والله لا يهدي القوم الظالمين. حكم سبحانه أنه وأخبر أنه لا يهدي من تكبر عن الحق وظلم
وجار وحسد إنه لا يهدي عقوبة له. وقوله لا يهدي القوم الظالمين هذا تعليل لقوله لا يهدي. الله جل وعلا يهدي من يريد الحق يهديه، لكنه لا يهدي من تمرد عن الحق ولم يقبله، فإن الله لا يهدي عقوبة له. ثم قال سبحانه وتعالى مبينا مقصودهم بهذا الكلام: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، أي أن قولهم هذا سحر مبين، وهم يعلمون أنه حق وليس بسحر، إنما يحاولون أن يطفئوا نور الله، النور الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم، وهو القرآن. والقرآن نور لأنه هداية للخلق، تبصير للناس، توضيح للحق، ورد للباطل، فهو نور، نور معنوي مثل النور الحسي الذي يكون من الشمس ومن النجوم ومن القمر ومن السراج. النور يكون حسيا ويكون معنويا، والقرآن نور، نور معنوي لأنه يدل الناس على الطريق الصحيح ويخرجهم من الظلمات إلى النور، وهم يريدون أن يطفئوا هذا النور وأن يقضوا على القرآن بأفواههم. يعني مثلهم مثل الذي ينفخ على الشمس يريد أن يطفئها، هل يمكن هذا؟ أو على القمر ينفخ فيه ليطفئ القمر أو الشمس، هذا مستحيل. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره. هذا لا يضر، لا يضر القرآن ورسول القرآن وهذه الأمة. الرسول نور وسراج منير، والقرآن نور، ولا أحد يستطيع أن يطفئ هذا النور مهما حاول. لماذا؟ لأنه نور الله. أما لو كان نورا لمخلوق لا أمكن أن يطفئ، ولكنه نور الله جل وعلا، والله لا يغلبه أحد ولا يقدر أن يطفئ نوره أحد. والله متم نوره، والله متم نوره، ولو حاولوا أن يقطعوه فإن الله سيتمه ويصله ويمده، ولا أحد يستطيع أن يقف في طريقه أو أن يخفيه أو أن يتغلب عليه، لأن الله وعد بإتمامه وإكماله، والله لا يخلف وعده. فقد تحقق وعد الله وأتم الله هذا النور الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، فبلغ المشارق والمغارب ولا يزال الحمد لله يتجدد ويظهر، وهو محفوظ بحفظ الله، لا يبدل ولا يغير ولا يحرف، بل هو باق كما أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعهد بحفظه فقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الله متم نوره ولو كره الكافرون، فكراهتهم له لا تمنع إتمامه وظهوره مهما حاولوا وكادوا. هم ما تركوا شيئا ولا أبقوا ممكنا الوجوه في القيام في وجه هذا القرآن وهذه الرسالة المحمدية، ما أبقوا ممكنا لمقاومتها، ولكن والحمد لله لم يحصلوا على مقصودهم. فالإسلام ظاهر، والقرآن ولله الحمد يعلو صوته ويبلغ المشارق والمغارب، ولا أحد يستطيع أن يمنعه ولو كره الكافر. هو الذي أرسل رسوله بالهدى، الله جل وعلا هو الذي أرسل رسوله، الرسول ما جاء من عنده وما أرسله أحد غير الله سبحانه وتعالى، وإنما الله هو الذي أرسله. وما دام أن الله هو الذي أرسله فلن يستطيع أحد أن يمنع ما جاء به أو أن يقف في طريق دعوته إليه مهما حاول. والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، والهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. فهذا الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بهذين الأمرين، بالعلم النافع والعمل الصالح، وهما قرينان لا يفترقان أبدا.
العلم والعمل لا يفترقان، فلا ينفع العلم بدون عمل ولا ينفع العمل بدون علم، بل لا بد من العلم والعمل، وهما اللذان جاء بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال جل وعلا: ليظهره على الدين كله، ليظهر دين محمد صلى الله عليه وسلم ويعليه على سائر الأديان، على الدين أي على جميع الأديان، ليظهره ليعليه ويرفعه على سائر الأديان. وها هو الإسلام ولله الحمد ظاهر على جميع الأديان، ظهر بالجهاد وظهر بالدعوة إلى الله وظهر بالعلم بالتعليم ونشر العلم، فهذا الدين ظاهر ولله الحمد، يظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الكافرون والمشركون يكرهون هذا الدين، وبمقتضى كراهتهم له أنهم يبذلون الغالي والرخيص لمنع هذا الإسلام من الانتشار والقضاء عليه، ولكن لم يجده ذلك إلا ظهورا ووضوحا ولله الحمد، رغم كثرة الأعداء والمعارضين والمبغضين له ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. حتى الذين عادوه من أول ما ظهر في مكة، الذين عادوا الرسول وعادوا هذا القرآن أول ما ظهر في مكة، في آخر الأمر هداهم الله وحملوا هذا الدين ونشروه، بعدما كانوا معارضين له صاروا دعاة له ومجاهدين في سبيله، لأنه حق والحق يعلو ولا يعلى عليه. ثم بعد ذلك نادى الله عباده المؤمنين لئلا يأخذوا ما أخذ اليهود والنصارى مع أديانهم وكتبهم وأنبيائهم ومع رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، ناداهم فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ يعرض عليهم سبحانه هل أدلكم، هذا عرض وتشويق، هل أدلكم على تجارة، تجارة تنجيكم من عذاب أليم، هذا تشويق، تجارة تنجي من عذاب أليم، لا أحد لا يريد هذا، كل يريد هذا. هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تجارة تجارتان، تجارة دنيوية وتجارة أخروية، تجارة الدنيوية بالمال والعروض والنقود والمظاهر، وتجارة الأخروية بالأعمال الصالحة والطاعات، فأنت تتاجر مع الله جل وعلا بأعمالك الصالحة، كما أن أهل الدنيا يتاجرون بأموالهم الدنيوية طلبا للأرباح، وكل يريد التجارة. أنت لو يعرض عليك تجارة تأباها؟ كل يريد التجارة، ولكن هذه التجارة ليست من نوع التجارة المعروفة الدنيوية، هذه تجارة تنجي من عذاب أليم، في حين أن التجارة الدنيوية قد تهلك صاحبها وتوقعه في العذاب الأليم، أما هذه التجارة فإنها تنجي من عذاب أليم. هكذا أجملها سبحانه: تجارة تنجيكم من عذاب أليم. تطلعت الأنظار إلى هذه التجارة ما هي؟ فقال: تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. قال: تؤمنون بالله ورسوله، مع أنه ناداهم فقال: يا أيها الذين آمنوا، لأن الإيمان يزيد ويتجدد، فالمؤمن يؤمن، يزيد إيمانه وينميه ويقويه ويتعاهد إيمانه، ولا يقول أنا مؤمن ويسكت ويترك، لا، الإيمان يزداد يقوى ويضعف وقد يزول، فلا بد أن الإنسان يراعي إيمانه ويحافظ عليه. تؤمنون بالله ورسوله، والإيمان بالله هو الإيمان به بربوبيته وأنه رب العالمين مالك الملك للجلال والإكرام، والإيمان بألوهيته وذلك بأن يعبد وحده لا شريك له بما شرع لعباده، والإيمان بأسمائه وصفاته التي وصف وسمى بها نفسه أو وصفه وسماه بها رسوله، هذا كله يدخل في الإيمان بالله، وكذلك الإيمان
بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والإيمان بالبعث والإيمان بالقدر، كل هذا يدخل في الإيمان بالله عز وجل. تؤمنون بالله ورسوله، أي وتؤمنون برسوله، تصدقوا بأنه رسول الله حقا، وتطيعوه فيما أمر، وتجتنبوا ما نهى عنه، وتتقيدوا بشرعه وسنته، وتحبوه أشد من حبكم لأنفسكم ووالديكم وأولادكم والناس أجمعين. هذا مقتضى الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم. وتجاهدون في سبيل الله، تجاهدون أعداء الله، والمجاهدة تكون بالسلاح وتكون بالأموال، تكون المجاهدة بالأنفس بالسلاح، تكون بالأموال والإنفاق في سبيل الله وإعداد العدة للمسلمين، وتكون أيضا يكون الجهاد لأعداء الله المنافقين برد شبهاتهم وبيان باطلهم وجدالهم ودحض شبهاتهم. تجاهدون في سبيل الله بأموالكم، الأموال يجاهد بها لأن المال عصب الحياة، وتكون الجيوش والسلاح والمعدات كلها من الأموال. وأنفسكم تباشرون القتال بأنفسكم، تحملون السلاح في وجه العدو، هذا من أعمال التجارة، هذه التجارة. ذلكم خير لكم، ذلكم الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم خير لكم من الدنيا وما فيها ومن التجارة الدنيوية إن كنتم تعلمون. إن كنتم تعلمون فهذا خير لكم. فلا يدرك هذا إلا من يعلم، إلا من يعلم بما جاء في الكتاب والسنة ويتفقه في دين الله. أما الجاهل فإنه قد لا يدرك هذا، أو لا يدركه بتمامه، يدرك بعضه لا في الله، إنما يدرك هذا الذي يعلم ما أنزل الله سبحانه وتعالى. ثم بين سبحانه وتعالى ثمرة هذه التجارة، لما بين التجارة بين ثمرتها وفائدتها، قال تنجيكم من عذاب أليم، ثم قال يغفر لكم ذنوبكم، هذه فائدة ثانية، يغفر لكم ذنوبكم، ظاهره أنه يغفر الذنوب الكبائر والصغائر، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار، تلكم يوم القيامة جنات، جنات كثيرات، والجنات جمع جنة، والجنة هي البستان الملتف، البستان الملتف، سمي جنة لأنه يجن من يتوارى خلفه ويستره، جنات، لم يقل جنة بل قال جنات، لأن الجنات كثيرات والدرجات في الجنات كثيرات لا يعلمها إلا الله. مع كونها جنات بهية المنظر والمطلع، تجري تحتها، تجري من تحتها الأنهار، من تحت قصورها وبساتينها الأنهار، فيها مناظر عجيبة، وفيها أنهار تجري ولا تنقطع أبدا، يجتمع بهاء الخضرة والنضرة وبهاء الأنهار التي تجري فيها. الناس الآن يدورون المصايف ويدورون المحلات والنزهات ليروحوا عن أنفسهم، يدورون هذا في الدنيا. الله يدعو إلى ما هو خير منه، إلى جنات تجري من تحتها الأنهار، وأنهار كثيرة أيضا لم يحددها، وليس ماء راكدا، وإنما هو ماء يجري، يجري دائما، لأن هذا أمتع للنفوس والأبصار، جريان الماء فيه لذة ونظرة، ومساكن طيبة، مساكن طيبة، مساكن في الجنة وطيبة أيضا، ماذا تكون لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، مساكن طيبة. وين تقع هذه المساكن؟ الشارع الفلاني ولا بالحرف الفلانية؟ في جنات عدن، هذه المساكن الطيبة في جنات عدن، والعدن الإقامة، أي جنات إقامة، من عدن بالمكان إذا أقام فيه،
سميت جنات عدن لأنها لا تفنى ولا تزول، بخلاف مساكن الدنيا وقصورها وأنهارها فإنها تزول وتنقطع وتفنى. ذلك الفوز العظيم الذي يحصل على هذه التجارة ومرابحها هو الفائز، ومن عداه فهو الخاسر، وإن جمع الدنيا كلها فهو خاسر. ثم قال جل وعلا: وأخرى، بشارة أخرى تحبونها، بشارة أخرى تحبونها، نصر من الله وفتح قريب، نصر من الله على أعدائكم، ومن حاول إيذاءكم ينصركم الله عليه، ينصركم الله عليه في الدنيا وفي الآخرة. نصر من الله وفتح، فتح قريب للإسلام، انتشر هذا الإسلام وفتح الله هذا الإسلام، فتح به القلوب وفتح به البلاد، انتشر حتى بلغ المشارق والمغارب. فتحقق قول الله جل وعلا ليظهره على الدين كله. ثم قال: وبشر المؤمنين. ليس هذه البشارة خاصة بالمجاهدين، نعم المجاهدون حصلوا على الحظ الأوفر، ولكن عموم المؤمنين حتى لو لم يجاهدوا فإن لهم حظا من هذه البشارة. ولهذا قال: وبشر المؤمنين. فكل مؤمن له حظ من هذه البشارة وإن لم يبلغ إلى درجة المجاهدين. نعم. ثم قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، كونوا أنصار الله. نادى الله المؤمنين لأن يكونوا من أنصار الله، بمعنى أنهم ينصرون الله ورسوله، ينصرون دين الله، ينصرون دين الله. كونوا أنصار الله أي انصروا دينه، وإلا فالله جل وعلا ليس بحاجة إلى النصرة، وإنما الدين هو الذي بحاجة إلى النصرة، والمسلمون بحاجة إلى النصرة. فمن نصر الإسلام والمسلمين فقد نصر الله سبحانه وتعالى. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، ولا ينصرن الله من ينصره، والمراد نصر الدين. فمن نصر الدين ونصر المؤمنين فقد نصر الله سبحانه وتعالى، كما قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله. الحواريون هم خواص الأتباع، حواريون خواص الأتباع. عيسى عليه الصلاة والسلام لما ضايقه اليهود وأرادوا قتله تآمروا عليه، نادى في أصحابه فقال: من أنصاري إلى الله؟ من ينصرني؟ من ينصرني؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. حواريون خواص أتباع عيسى عليه الصلاة والسلام، تعهدوا بأن ينصروا الله عز وجل، كما قال تعالى: فلما حس عيسى منهم الكفر قال: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. فالله أمر هذه الأمة أن ينصروا هذا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم نصرة خاصة. ومن الذي قام بهذه النصرة؟ هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. كونوا أنصار الله، كما قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. تعهدوا بمناصرة عيسى عليه السلام. ولما جاء اليهود يقتلوه رفعه الله من بينهم، رفعه الله إليه من بينهم، ولم يشعروا بذلك، وأخذوا رجلا وقع شبه المسيح عليه فقتلوه وصلبوه. وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، فأخذوا رجلا وقتلوه يظنون أنه المسيح وعليه شبه المسيح، وهذا من مكر الله بهم، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. إذ قال الله: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا. فلم يدركوا ما أرادوا، الحمد لله، ونجى الله رسوله عيسى عليه الصلاة والسلام ورفعه إليه،
كما تآمرت قريش على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة يريدون قتله، ترصدوا له فخرج من بينهم وهم لا يشعرون وهاجر إلى المدينة ونصره الله عليه. وإذ يمكر بك الذين كفروا يثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فآمنت طائفة من بني إسرائيل وهم الذين اتبعوا المسيح عليه السلام، وكفرت طائفة وهم الذين كفروا بالمسيح، فكانت العاقبة للمؤمنين. فأيدنا الذين آمنوا أي أمددناهم وقويناهم على عدوهم من الكفار، فأصبحوا ظاهرين منتصرين عليهم. وهكذا ينصر الله من ينصره، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل نثبت لله تعالى صفة النور من قوله تعالى: يريدون ليطفئوا نور الله؟ نعم، النور من أسمائه سبحانه، وأيضا من صفاته النور. النور على قسمين: نور مخلوق ونور غير مخلوق. النور غير المخلوق هو نور الله سبحانه وتعالى: وأشرقت الأرض بنور ربها. وأما النور المخلوق فهو معروف. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هي الشروط التي يجب أن تتوفر في حق مفسر القرآن الكريم؟ في حق مفسر القرآن الكريم العلم، يجب أن يكون عنده العلم، العلم بآيات العلم باللغة العربية التي نزل بها، يكون عالما باللغة العربية التي نزل بها، ويكون عالما بالناسخ والمنسوخ، وعالما بالمحكم والمتشابه، وعالما بالمطلق والمقيد والعام والخاص. علوم القرآن، علوم القرآن هي التي يجب أن تتوفر، وهو ما يسمى بأصول التفسير، يسمى عندكم بأصول التفسير، فالذي تتوفر به هذه الصفات يفسر القرآن. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هي أحسن التفاسير التي تنصحون بها طالب العلم؟ تفاسير كثيرة ولله الحمد، ومن أحسنها تفسير ابن جرير وتفسير ابن كثير، تفسير البغوي، هذه من أحسن التفاسير وأسلمها. هناك تفاسير كثيرة لكن قد لا تخلو من أخطاء، خصوصا في مسائل الأسماء والصفات. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما معنى قول من قال من أهل العلم بأن من آداب تلاوة القرآن أن لا يقرأ القارئ بترجيع النصارى ولا بنوح الرهبانية؟ ولا بنوح الرهبانية. نعم، القرآن يتلى كما ينبغي أن يتلى، بترتيل وتحسين الصوت وبتجويد الذي يسلم به من اللحن والخطأ في الآيات، خطأ الذي يحيل المعنى والذي لا يحيل المعنى، لأن يكون متقنا للنحو، فهذا الذي ينبغي في قراءة القرآن. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل دعاء ختم القرآن بدعة كما يقوله بعض الناس، وهل له أصل في السنة؟ هم يختمون القرآن الآن، ما يقرؤون القرآن في رمضان، يعجزون عن إكماله ويريدون أن يتستروا بقولهم إن ختم القرآن بدعة. ختم القرآن ليس بدعة، لأنه دعاء، والدعاء ليس بدعة، بل هو من أجل أنواع العبادة، هو أعظم أنواع العبادة الدعاء، والدعاء بمناسبة ختم القرآن من أفضل أنواع الدعاء. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل ورد في الأنبياء والمرسلين عدد معين؟ وهل هناك نبي اسمه شريف؟ اسمه إيش؟ شريف. شريك؟ شريف، أحسن الله إليك. بالكاف؟ بالفاء. شريف؟ نعم. ما أدري، الرسل كثيرون، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. الرسل كثيرون والأنبياء. نعم.
صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ورد في بعض روايات حديث الإسراء والمعراج أن جبرائيل عليه السلام لما وصل إلى السدرة أصبح كالحلس البالي، فما هو الحلس البالي؟ الحلس الذي يجعل على الرحل الذي يجعل على الرحل وقاية للراكب. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: تقدم معنا في الدرس أن القتال في الأشهر الحرم منسوخ، فما هو الناسخ له؟ الناسخ له الأمر بالجهاد مطلقا، الأمر بالجهاد مطلقا، الآيات التي أمر الله بها بالجهاد مطلقا هي التي نسخت القتال في الأشهر الحرم. الله شرع الجهاد ولم يحدده بوقت، لم يحدده بوقت. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: قرأت في أحد التراجم عن أبي بكر رضي الله عنه أنه كان يقرأ في الركعة الثالثة من صلاة المغرب قوله تعالى: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا الآية، وأنا ملتزم بها، فهل فعلي صحيح؟ لا، هذا يحتاج إلى تثبت من هذا الأثر. المعروف أن القراءة بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين من المغرب وغيرها، هذا هو المعروف. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل الفتح القريب الذي بشر الله به المؤمنين يقصد به فتح مكة؟ عام. لا، هو عام، فتح قريب عام، فتح الله للإسلام الجهاد في سبيل الله وبلغ المشارق والمغارب. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: أنا شاب أستيقظ لقيام الليل، وطلب مني زميلي إيقاظه، والسؤال: هل أوقظه من النوم، هل إيقاظي له من النوم من باب التعاون على البر والتقوى، علما بأنني أخاف على نفسي من الرياء أو العجب؟ نعم، هذا من التعاون على البر والتقوى، لا سيما وهو طالب منك أن توقظه، لا أوقظه واترك الوسواس، هذا من الرياء، بل هذا من التعاون على البر والتقوى. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هناك من ينفر ويحذر من مناظرة المنافقين والمبتدعين، فأليس هذا من الجهاد باللسان؟ نعم، هناك من يحذر من الجهاد كله، جهاد الكفار ومن جهاد المنافقين، يحذر من الجهاد كله، هذا لا عبرة به ولا يلتفت إليه. هناك مخذلون ومرجفون من المنافقين حتى في عصر النبي صلى الله عليه وسلم: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. فهؤلاء المنافقون في كل زمان ومكان، هذا شأنه. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما رأي فضيلتكم في من يقول إن السجود للصنم أو السجود لغير الله تعالى إذا كان لأجل الدنيا فإن صاحبه لا يكفر، وهل من أراد السجود لغير الله لأجل الدنيا مختارا لا مكرها يخرج من الملة؟ نعم، من سجد لغير الله فهو كافر مشرك، ولا داعي إلى هذا الكلام الفاسد. نعم، لأن السجود عبادة، ولا يصلح السجود إلا لله جل وعلا. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في مقالة أهل السنة ولا نكفر مسلما بذنب ما لم يستحله، يقول: هل تقال هذه على إطلاقها، وهل تشمل الذنوب المكفرة؟ لا، ما هي على إطلاقها، هذا فيه نظر الإطلاق هذا، لأن هناك من الذنوب ما يكفر به، هناك من الذنوب ما يقتضي الكفر، مثل ترك الصلاة، ترك الصلاة هذا كفر، مثل السجود لغير الله الذي سبق قريبا، فيكفر من سجد لغير الله ولو لم يستحل هذا. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل بنو إسرائيل هم اليهود أم أن هناك فرق بينهم؟ بنو إسرائيل منهم اليهود، اليهود من بني إسرائيل، هناك يهود ليسوا من بني إسرائيل داخلين في اليهودية وهم ليسوا من بني إسرائيل، كما أن هناك نصارى ليسوا من بني إسرائيل داخلون في النصرانية، لكن أصل اليهود هم بنو إسرائيل. نعم، ومن دان بدينهم فهو يهودي تابع لهم. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل تجوز إقامة صلاة الاستسقاء في المدارس
علما بأن هناك أمر من الوزارة بإقامتها في جميع المدارس. الأمر يجب أن يكون من الإفتاء، ما يكون من الوزارة، لأن هذه عبادات يرجع فيها إلى الإفتاء. فإذا صدرت فتوى من الإفتاء يعمل بها، أما بدون فتوى فلا. نعم. السلام عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في شركة الاتصالات خدمة تسمى جود، وحقيقتها أنك تدفع مبلغا من المال مقداره 99 ريالا، وتستخدم هذه الخدمة بأن تكلم في الهاتف ما شئت من المكالمات قلت أم كثرت، فما حكم الاشتراك في هذه الخدمة؟ ولا أعرف تفاصيلها ولا أدري عنها، لكن الشيء المجهول ما يجوز. لازم تحدد الخدمة، أما أن مطلقة كذا هذا مجهول. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هي حدود الفرجة التي بين المصلين والتي يجب سدها؟ الفرجة ليس لها حد، الخلل الذي يكون في الصفوف المطلوب تراص المصلين وتقارب بعضهم من بعض ليس لها حد ولو كانت قليلة لا تجوز. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل الدين يعتبر من السؤال المذموم؟ هل يقول أحسن الله إليكم هل الدين دين؟ نعم أحسن الله إليكم، يعتبر من السؤال المذموم علما بأنه لضرورة ملحة؟ يعني الاستدانة، كأنه يقصد القرض. الاستدانة بقرض أو غيره للمحتاج لا بأس به، حتى غير المحتاج، هذا من طلب التجارة. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: لي جدة توفيت بعد العيد وأريد أن أقوم بالحج عنها علما بأنها قد حجت الفريضة، فهل يجوز لي ذلك؟ نعم، يكون نافلة لها، إذا كنت حججت عن نفسك تحج عنها نافلة، وهذا من البر بها. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: اضطررت للغياب عن العمل بسبب المرض ولم يكن لي إجازة عادية، فهل يجوز لي أن آخذ من الاضطرارية؟ والله هذه أمور نظامية، ما أعرفها أنا، هذه أمور نظامية، الإجازات يرجع فيها إلى النظام. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: لدي سيارة أرغب في تأجيرها على أن يكون للمستأجر ثلث الربح ولي الباقي دون تحديد مبلغ معين، فهل يجوز ذلك؟ نعم، أن تعطي شخصا سيارة يحمل عليها ويؤجرها وما يحصل بينكما لا بأس بذلك، هذا من الشركات، من أنواع الشركات. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل ما حصل من بلاء في الاقتصاد في بعض دول العالم يعتبر عقوبة إلهية من رب السماوات والأرض؟ لا شك، قال الله جل وعلا: وما أصابكم من مصيبة، عام هذا عام، ما أصابكم هذا عام، من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هو واجبنا حيال الذين يكتبون في الصحف ويقدحون في أهل العلم وطلبته؟ الذي يقدر على الرد عليهم يكتب، الواجب أن الذي يقدر على الرد عليهم وقد شبهاتهم أن هذا من الجهاد من سبيل الله يقوم بهذا. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: المال الذي يدفع لمصلحة الزكاة والدخل هل يعتبر من الزكاة وتبرأ به الذمة؟ نعم، الذي يأخذه ولي الأمر على أنه من الزكاة يعتبر من الزكاة. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: توفي أخي ولي عنده 100,000 ريال وسامحته في 50,000 والباقي أريد أن أجعلها من الزكاة، فهل يجوز ذلك؟ لا ما يجوز ذلك، أن تحسب الباقي من الزكاة ما يجوز، الزكاة لا يسدد بها ديون الميت وإنما تعطى للفقراء الأحياء، الزكاة للفقراء الأحياء. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم قتل الهد إذا كان مؤذيا بحيث إنه يدخل الغرف ويطأ الفرش ويبول عليها،
إذا كان يؤذي ولا يندفع إلا بالقتل يقتل، أما إذا اندفع بدون القتل فلا يجوز لك القتل، ادفعه بما يطرده عنك من إغلاق الباب أو من ضربه أو غير ذلك. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد، يقول السائل: ما حكم الضرب في التعليم حيث إن لدينا مدرس يضرب بعصا من حديد؟ من حديد يضرب بعصا من حديد؟ نعم كذا يقول. هذه مبالغة، المدرس له أن يضرب الطالب للتهديد ضربا غير مبرح، هذا من العصر. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد، يقول السائل: يقوم أحد المعلمين بالمدرسة بإيقاف الشرح في أثناء الدرس ويقول: اسكتوا واستغفروا لمدة 3 دقائق يوميا، فهل هذا الفعل صحيح؟ أعيد السؤال. يقول أحسن الله إليكم: يقوم أحد المعلمين في المدرسة بإيقاف الشرح في أثناء الدرس. إيقاف. نعم. ويقول: اسكتوا واستغفروا لمدة 3 دقائق وذلك يوميا، فهل هذا الفعل صحيح؟ لا أصل لذلك، لا أصل أنه يقطع الدرس والشرح ويقول استغفروا، هذا لا أصل له. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد، يقول السائل: إذا بقي عن الإقامة ما يكفي لأداء ركعة من النافلة فهل يجوز أن يكمل تلك النافلة؟ إذا إيش؟ يقول أحسن الله إليكم: إذا بقي عن الإقامة ما يكفي لأداء الركعة الثانية من النافلة فهل يجوز أن يكمل تلك النافلة؟ إذا تمكن من الفراغ من النافلة قبل أن تقام الصلاة نعم صلى، أما إذا كان ما بقي على الإقامة إلا قليل ولا يمكنه يكمل الراتبة أو النافلة أو لا يدخل فيها، إذا كانت الإقامة على وشك فلا يدخل في النافلة، أما إذا كان بينه وبين الإقامة وقت يمكنه فيه إكمال النافلة يتنفل، هذا شيء طيب. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد، يقول السائل: من المعلوم أن نجاسة الكلب نجاسة ذاتية، فهل مس عينية؟ نعم. صلى الله عليه. يقول: فهل مس الكلب من أي مكان يحتاج إلى تطهير ما مسه؟ إذا مسه وهو يابس ما فيه رطوبة لا يؤثر هذا، أما إذا مسه وهو رطب الكلب فيه رطوبة هذا ينجس ما أصابه يغسل. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد، يقول السائل: شخص أصابه جرح في أحد أصابع رجله ووضع عليه لفافة وعند الوضوء يغسل رجله ويمسح على اللفافة التي على إصبعه، ولكن أحيانا ينسى المسح على اللفافة، فهل يكون وضوءه صحيح؟ لا، إذا نسي المسح فإنه لم يتم وضوءه، لأن المسح يكفي عن غسل ما تحته، فإذا نسيه لا بد من إعادة الوضوء، إلا إن ذكر قريبا وأعضاءه لم تجف فإنه يمسح ويغسل ما بعد العضو الممسوح. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد، يقول السائل: هل الصلاة يعني يعيد غسل ما بعد العضو الممسوح؟ نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد، يقول السائل: هل الصلاة في الوقت الذي بين المغرب إلى العشاء يعتبر من قيام الليل؟ هل يقول أحسن الله إليكم: هل الصلاة في الوقت بين المغرب والعشاء يعتبر من قيام الليل؟ نعم، قيام الليل من حين يصلي المغرب إلى أن يطلع الفجر كله من قيام الليل، فإذا صلى بين العشاءين تنفل بين العشاءين فهذا من صلاة الليل. نعم. أنت أحسن الله.